بالصور السلمية، ولكن الصور السلمية المستمرة هذه راح تشكل ضغط وتخلي النظام أمام خيارين صعبين، إما أن يستخدم الحماقة ويستخدم القوة ويكون مزيد من الأخطاء اللي توجد ضغط عليه من المنظمات، أو يستجيب للمنطق العقل ومنطق الخيال ليسترد شعب البحرين بعض حقوقه التي سلبت منذ سنوات، وليخفف شيء من تلك المعاناه التي عاشها شعب البحرين على مدى سنوات، ابائنا اجدادنا، لا نشتكي في ابنائنا والاف في البيوت غير بيوت، هناك بيوت محرومه، هناك ناس محرومون، في فقر، السكن عجز موجود، في الوقت اللي المجوزين يحكموا على السكن جاهز، والخطره جوجيزه جدا. مواطن يكون 15 20 سنة بينما هذا الإنسان مجلس يحصل على ذكرى بكل بساطة، يحصل على راتب جيد بكل بساطة، والمواطن هو الذي يكون دائما محروم. فإذا احنا أمام الفريق ونحن نعيش الآن أجواء دافعين، علينا أن نعيش فعلا ضغط الحسين، حركة الحسين، ثورة الحسين بمعاييرها العملية الفاعلة، لا بمجرد الشعارات التي نرفعها نظريا، ولكننا بعد ذلك نخالفها عمليا، بحيث الوقت الذي نقول هيهات بذنب الله، نحن نقبل الذل، نقبل الهوان، نقبل الاستغلال، نقبل الفساد، نقبل سوء الاموال الى اخره. انا اقول في نهايه المطاف، هل نعيش هذه الفكره بجانب العملي؟ هل نحن نفعل دورنا كشعب كنا كشارع؟ نمارس حقنا الطبيعي؟ اذا مارس حقنا الطبيعي سنفرض هذه الاراده على الجميع. أما إذا ظننا متلذذين ولا نريد أن نخطو هذه الخطوة ولا تلك الخطوة حتى إن كانت خطوة سلمية، فأعتقد هذا لن يغير من واقعنا المالي الشيء. إذا إن شاء الله أتمنى، يعني إحنا سنواصل طبيعة فريقنا، إحنا كنا منذ زمن أن نواصل طبقين لوحدنا، بس أنا أقول لكي نحقق الانتصار، لكي نحقق التغيير، لابد أن يكون هناك موقف جماهيري وموقف الناس في دعم المشاريع التي تخدم شعب البحرين، وهذا اليوم مشروع، وهذا المشروع ما نريد نستمر فيه الان، لا عندنا ايضا خطوات اخرى، بس نريد على الاقل في الايام القليله القادمه ان ننتهي من مساله التوقيعات على العائله، لننتقل للخطوه التي بعدها والخطوه اللي بعدها، وهذا كله بفضل جهودكم، موقفكم، تفاعلكم، هذا يعطيني يخلينا دخل الحركه ويعطينا القوه للحركه، ويحقق ايضا سبل ووسائل الانتصار او النجاح في تحقيق مطالبنا، لتعود لشعب البحرين كرامته وعزته ويعني مساهماته ومشاركته. اليوم يعني سمعنا بالتصريح لسفير الامريكي، سمعنا بالتصريح لولي العهد يتكلمون عن مساله التنميه والاقتصاد، وهذا امر جيد، لكن اقول لا يمكن ان يكون هناك اقتصاد ناجح وحركه تنميه ناجحه من غير ان تكون هناك مشاركه سياسيه حقيقيه. لا يمكن الفصل بين الجانب الاقتصادي والسياسي. اذا بقينا نقول انه نحاول ان نحرك الجانب الثاني دون ان يكون لشعب البحرين مشاركه سياسيه حقيقيه، سنبقى مثل الطرارين مثل العبيد، اليوم يضربونا بكره يحرمونا. اما اذا كان هناك قرار سياسي يصلح الشعب يستطيع بعد ذلك ان يخلق اقتصاد قوي ويحاسب كل من يحاول ان يتلاعب باموال الشعب. اذا نحن هذا الملحين لا يمكن ان نفرق بينهما. لا تحاول تقصوا علينا تقول لنا بالصحافه ان بتسوي تنميه اقتصاديه وتحرك اقتصادي. هذا التحرك الاقتصادي لن ينجح الا مع وجود شراكه سياسيه ووجود برلمان حقيقي يستطيع ان يدافع عن حق شعب البحرين. لذلك احنا العريضه هذه مرتبطه بالعريضه السابقه اللي تكلمنا فيها عن ضروره وجود دستور يكتبه شعب البحرين. المطلوب الان مو بس ترحيه رئيس الوزراء، ترحيه رئيس الوزراء والبدء في تفعيل التداول السلمي للسلطه من خلال إنشاء حكومة تشكل خارج العائلة يطبق جزء من مفهوم المملكة السورية. إذا نحن نقول أننا لا معكم، نحن في خندق واحد، نعمل معا،
ان نتشارك معا، نجاهد وندافع معا، نستطيع فعلا ان نخلق. اما اذا اعتبر البعض انه غير مسؤول وبقية يعتبر مسؤولين، هذا لن يكفي. اذا مع السير معا، الحركة معا، الجهاد معا، النضال مع المشتركين ضمن مشاريع، وعندنا ان شاء الله كثير من الادوات السلميه يمكن تفعيلها، ولكننا لا نستطيع ان نفعل هذه الخطوات الا بكم ومن خلال مشاركتكم وتعاونكم وتفاعلكم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد.